سي المدن، كيفاش ممكن مثلا انت ولا الزملاء ديالك في المهنه يشتغل مثلا في هاد في الظروف اللي شفناها في الروبورتاج، الاقسام المشتركه، مع العلم انك مع الاقسام اللي فيهم اكثر من مستويين، ثلاثه اربعه خمسه سته الاقسام المشتركه. هو للاجابه عن سؤالك، الاقسام المشتركه هي واحد الحل لمشكله، وهي عندما يكون عدد التلاميذ قلال. وكاين تكوينات في هذا المجال يمكن نديروا المواد المتجانسه المتقاربه، ولكن الى بعدنا المستويات، مثلا درنا القسم الاول مع الرابع ولا جمعنا ثلاثه هذه المستويات، يولي ظلم وحيف تجاه التلاميذ. يمكن نجمعوا الاول والثاني او نجمعوا الخامس والسادس، ولكن وفق واحد الشروط معينه، وهي كتكون غير حاله استثنائيه. اذا ما اصبحت بشكل دائم فهي مشكله. اللي يمكن نهضروا عليه هو الاكتظاظ، لان كنا نهضروا على مشكل التعليم، وكان هذا الاقبال ديال الناس وديال الاعلام وديال المسؤولين على مشاكل التعليم، هذا شيء ايجابي، لان الناس كتفكر دابا تقري ولادها، وهذا خصنا نشجعوه، وبالتالي نهضروا على هذا الموضوع باش نوجدوا ليه حلول. اذا خصنا ننظروا للحلول الكبرى، المشاكل الكبرى، المشاكل العميقه، ماشي مثلا واحد مثلا اربعه الاقسام في النيابه عنده مشترك الى اخره، هذه مشاكل ثانويه ممكن ان نجد لها حلول في اطار الحلول الاخرى. الوزاره ما كتبغيش تعترف بان فوق 40 اكتظاظ، راه خص يكون 25 في القسم. الا فتنا 25 ما بقاش التعليم هذاك. الان في الاعدادي وفي الثانوي بزاف فوق 40، هذا هو المشكل، وليس مشكل الاقسام المشتركه. الا سمحتي مازال ممكن نهضروا في المشاكل ديال التعليم. أكيد أكيد. خلينا غير نمشيو بنقطه بنقطه، وخلي السي فارس يجاوب على واحد النقطه اللي كانت ثارتها الاستاذ البسام، وهذه القضيه ديال الاقسام المشتركه. لان كما قال مثلا تصريح السيد النائب، كيقول لك هذا معطى لا يمكن الا التعامل معه، ما عندوش شي حل اخر. هو طيب، هو واحد المعطى واقعي اليوم، ولكن يمكن معالجته. هو نتيجه ماذا بعد؟ نتيجه تشتت. تشتت في المناطق عندنا القرويه كتفرض علينا انه الاستثمار الامثل للموارد البشريه، استاذ يمكن يدرس ل 20 تلميذ فيها جوج ثلاثه المستويات، ما يمكنش نعطي استاذ لثلاثه تاع التلاميذ او اربعه التلاميذ، ولكن يجب عدم الاستمرار في هذا الوضع. هذا هو الاصلاح، لان هذه ربما كتبقى مقاربه اداريه وليست مقاربه تربويه. لان احنا سابقا استنفذنا جميع الحلول داخل العلبه التي كنا نشتغل فيها، اي قمنا بالترميمات داخل واحد الترصيمه اللي كنا كنعتبروها اصلاحات جزئيه. اليوم يجب ان نخرج من هذه الترسيمه الى تصور جديد يتسم بالشموليه، بالعمق، بالجراه، بالطموح المستقبلي. اليوم عندنا في هذه المرحله الانتقاليه ما نخليوش بعد الفراغ، وما يسمى بالدلائل الديداكتيكيه التي ستساعد الاساتذه المشتغلين مع هذه المستويات المتعدده للتغلب عليها. ولكن عندنا واحد التجربه بدات سميتها المدرسه الجماعاتيه. المدرسة الجماعاتية شنو هو الهدف منها؟ هو تجميع هذا التشتت، اي هذه الفرعيات، الاقسام المبتوتة في مناطق نائية، في مؤسسة بالمواصفات المكتملة، باش يمكن للاستاذ يقري المستوى وتكون عندها الظروف المناسبة للعملية التعليمية التعلمية. وهذا كيطلب منا واحد المجهود كبير، لان احنا دايرين واحد المشروع طموح الى غاية نهاية هذه المرحلة، باش يمكننا نوصلوا لواحد المحطة ما يبقاش عندنا هاد الفرعيات، لان هاد الفرعيات اللي العدد ديالهم جد هائل، ومن الحصول على الاستقلال هما موجودين، ولكن حتى واحد ما كان عنده الجراه يقول خصني هذا الموضوع نعالجه. في البرنامج الاستعجالي سجلناها، ما تمكناش نتغلبوا عليها، وضعنا بعض المدارس الجماعاتيه. اليوم عندنا الطموح اننا نعموا المدرسه الجماعاتيه. المناطق التي صعب علينا فيها المدرسه الجماعاتيه كاين النقل المدرسي الذي جمع لنا التلاميذ، باش يمكننا نضمنوا اولا واحد الوسط اللي هو تربوي مريح، فيه مدير، فيه اساسيده، لان الرقابه والحضور للمدير اساسي، تفاعل الاساسيده مهم، وكنعطيو الفرصه للمتعلمين في واحد المستوى يمكن لهم يندمجوا. كاين واحد التعليق اللي تشار اللي ربما طرحته الاستاذه المحترمه، والمتعلق اولا انه التلميذ كيكلف الدوله، لا التلميذ استثمار في راس مال بشري، وكاين استثمار في رأس المال اللامادي حسب الخطاب الملكي. وأي دولة باغية اليوم تطور نفسها لابد تعتمد على قطاع التعليم كتربية وكتكوين، لأنه هو اللي يمكن يعطيها واحد النقلة نوعية في المستقبل. كاين بعض التصريحات، تصريحات الهدف منها هي نقطة نظام للوقوف على واحد اللحظة زمنية، أنه يجب أن تكون عندنا الجرأة اليوم
لقول بأن هذا الكاس كاس، ولكن هذا لا يعني الارتكاس أو العودة إلى الوراء. لا، نحن انطلقنا في مرحلة الإصلاح، ولا نحمل أحدا المسؤولية لوحده، نحن جميعا مسؤولين، وبالدرجة الأساس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لأن هي المسؤولة على تدبير هذا الملف. ولكن يجب أن نتآزر، أن نتعاون، أن نتقاسم المسؤولية، لأن حسب الدستور لما كان تحدثوا عن المواطنة الحقة كان تكلموا على الحق المقرون بالواجب، وهذه هي المسؤولية الملتزمة. اليوم بغينا كاملين نتعبؤوا من أجل مصلحة الوطن ديالنا. سيد البسام، هذه القضية ديال الاختلالات في الأقسام المشتركة وكاين اختلالات أخرى، أنتم كتشتغلوا في جهة يعني جهة فاس تونات، وكذلك يعني عندكم رؤية في الفيدرالية في يعني على المشاكل على المستوى الوطني، شو ربما المشكل الآخر اللي في نظركم كيعيق على الأقل التعلمات في هذا المستوى الابتدائي اللي هو احنا بصدده، واتفقتوا بأنه هذا هو الأساس اللي ربما يعيد إنتاج يعني الاختلالات في المستويات الأخرى؟ هو زيادة على الأقسام المشتركة اللي كاينة في العالم القروي وما غنهضروش عليها في العالم الحضاري، هي أنها المناهج والمقررات اللي هضر عليها الأستاذ اللي لحدي الآن قال الأستاذ وهو شرح أكثر مني، لحدي الآن ما بغاتش تفهم هذيك المسألة، على أننا حنا التلميذ عطيناه يقرأ جملة وهو مازال ما عرفش الحرف، وزيد عليها أشياء واحدة أخرى اللي كتوضح على أن التلميذ كيبقى خلال سنوات داخل المؤسسة، يعني غنعطيوها غير عملية حسابية على أن الحروف الأبجدية شحال عندنا، غير داك التلميذ شحال خلال السنة شحال غادي يتعلم من حرف، يعني عملية حسابية بسيطة وصغيرة كنلقاو على أن التلميذ متواجد داخل المؤسسة ما كيستوعب لا قراءة ولا كتابة ولا تربية ولا أخلاق. إذا ولينا كنتجو مواطن، وهذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه كاملين واللي خصنا نخدموا عليه، يعني كحكومة كمجتمع الكل خصو يخدم، أين هو المواطن الذي نريد؟ من هو مواطن الغد؟ خصوصا على أننا كنشوفوا وكنعرفوا باللي كاين مواطن دابا أي تلميذ داخل المؤسسة عيب أننا نقولوا تلميذ أو تلميذة، ما نساوش واحد المسألة اللي ولات مهمة، على أننا كنا كنصنفوا الذكور أنهم أكثر يعني ماشي بحال الإناث حشمة وهذا، وإنما اللي ولينا كنوجدوا داخل مؤسستنا على أن تلميذ ولا تلميذة ما بقاتش كيتلقن داخل المؤسسة حتى شي حاجة اللي كترضي الأسرة وكترضي المجتمع بالتالي. من ضمن الاشياء اللي هضرنا عليها واللي تكلمنا عليها واللي حقيقه كيف قال الاستاذ راها الكثير من المرات رفعنا مذكره للوزاره، رفعنا مذكره للمجلس الاعلى كفيدراليه وطنيه، وشغلنا مع بزاف وكنحاولوا اننا نسقوا مع جمعيه الاباء على اننا نكونوا داعمين داخل المؤسسه. ومن ضمن الاشياء اللي تكلم عليها الاستاذ المدرسه الجماعاتيه ولا الاقسام المشتركه على ان جمعيه الاباء ولات كتقلب على موارد بشريه اللي مشات مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وحاولت بجميع الطرق على انها توفر شيئا ما للتلاميذ، اما الترونسبور اما كتشوف له شي طرق باش انها توصلوا للمؤسسه. يعني هذا هو حقيقه كيف قال الاستاذ راه ضروري على اننا الان نشاركوا كاملين في اصلاح المنظومه، وانما في مقاربه تشاركيه ماشي غير شاورها وما دير بريها، وانما مقاربه تشاركيه وتقريريه. ربما تهدف يعني نقاش الاستاذ البسام، لان مثلا في اعداد الميثاق ديال العشريه ميثاق التربيه والتكوين كان تقريبا شبه اجماع من الفرقاء كاملين، وكان الانصات للجميع وتصوب داك الشيء وهذا، ولكن ما عطاش النتائج ديالو، بالتالي لا اظن ولا لا يعتقد المراقبون بانه الميثاق زعما كان اقصى طرفا ما، ولكن تصوب يعني بشبه اجماع الفرقاء كاملين، ورغم ذلك ما عطاش النتائج ديالو. حتى دابا لجميع التشاورات اللي دارت الوزاره ما قصت حتى شي طرف، وانما في المسائل التقريريه كاين اشياء اللي دارت، وهنا اللي غادي نشوفوا طريقه الاجراء ديالها، واش كاين مقاربه تشاركيه مع الجميع، هذا هو اللي كنهضروا عليه، هو اللي مهم، يعني طريقه الاجراء واش كاين مقاربه تشاركيه مع الجميع، مدير استاذ تلميذ جمعيه الاباء الجميع. حنا كنهضروا على انه حقيقه كتوضع قوانين ما كيتقصى حتى شي واحد، وانما في طريقه الاجراء كل واحد كيتصرف كيف بغى ولا من الجانب اللي هو مريحه، وهذا من ضمن الاختلالات اللي خلات على ان تدهور المنظومه، كيمشي شيئا فشيئا وكيرجع للاخر. المجلس على كذلك السيده برقيه يعني قام يعني بسلسله التشاورات لقاءات تشاوريه لمده سنه واستمع لمختلف الفاعلين، واش انتم راضين على هذه المقاربه التشاركيه اللي سلكتوها؟ واش يعني اثناء التقرير يعني اثناء اتخاذ الاجراءات غيكون كذلك نفس الاشراك ديال مختلف الاطراف؟
بالطبع بالفعل يعني المجلس الأعلى يعني نظم عدة لقاءات جهوية يعني الاستماع لكل يعني الفاعلين يعني في المنظومة، وأكيد أنه بعد ما يصدر يعني التقرير اللي هو غيحدد التوجهات يمكن نقولوا الكبرى يعني للإصلاحات المقبلة، يعني طبعا غادي يكون ايضا يعني تقاسم يعني هذه التوجهات يعني مع كل الفاعلين. اللي بغيت ناكد عليه هو يعني في من رجعوا لقضيه يعني من المسؤول، من في الواقع اللي عندما قيل بانه ان الكل مسؤول يعني بالفعل، ولكن كيف؟ لما كنجيو نشخصوا يعني ما هي عقد لماذا الإصلاحات لم تنجح، يعني هذا سؤال جوهري، لماذا إصلاحاتنا لم تنجح؟ يعني أولا يعني تكلمتي على الميثاق وأنه كان موضوع توافق، يعني بالفعل كان موضوع توافق، ولكن ما هو الميثاق؟ الميثاق هو مجموعة من التوجهات الكبرى يعني لإصلاح المنظومة، يعني الدعامات كلها هي دعامات يعني تقول ولكن الأجراء يعني لم تتم. ماذا تم بعد الإصلاح؟ يعني طبعا بعض الإجراءات الجزئية، ولكن لم يكن هناك ما كانش واحد المخطط اللي هو إجراء عملي اللي تيقول شنو خصو يدار يعني مباشرة بعد الميثاق، لأن كيفاش نترجموا يعني الميثاق اللي هو واحد التوجهات كبرى إلى إجراءات عملية؟ حتى 2009 ملي جا البرنامج الاستعجالي اللي كان إجرائي يعني ما كانش إصلاح جديد، يعني كان في إطار طبعا الميثاق، إذا ولكن كان عنده بعد إجرائي بأنه عنده أهداف وهو عدة مجالات وأهداف وتقييم إلى آخره. طبعا هو بدوره عرف أيضا ارتباك. إذا هذا مشكل، يعني مشكل في تصورنا للإصلاحات نفسها، يعني عندنا أفكار كل شيء يعني أفكارنا نيرة، ولكن كيف يمكن تصريفها عمليا؟ هذا فيه إشكال، هذا من جهة. ثانيا العقدة الثانية هي أن خصنا يجب أن ندرك جميعا بأن زمن الإصلاح ماشي هو الزمن السياسي، كنظن قيل هذا، يعني زمن الإصلاح زمن طويل، لأن نستثمر كان يعني كنبنيو المواطن يعني بحال اللي كما قيل بالتربيه. اذا معناه انه نحتاج الى نفس، يعني حتى واذا يعني عملنا اصلاحات اليوم راها ما يكون عندها اثر الا يعني بعد جيل، حتى واذا يعني ادركنا اليوم يعني بواحد الحزم وبواحد القوه وبواحد الاراده جماعيه كما نريدها جميعا، فإن نتائجها لن تكون غدا، وإنما يعني إذن كيخصنا نعطيو زمن الإصلاح زمنه، لأن لا نعطي يعني الفرصة للإصلاحات لكي تنجح، يعني تنقولوا قبل ما تبدا تنقولوا راه فشلت. هذا نجي ثالثا انخراط الفاعلين، كنقولوا انخراط يعني الفاعلين هو عنصر أساسي، ربما في البرنامج الاستعجالي كان هذا نقص ايضا، كان البرنامج جيدا ولكن ربما من هذه الناحيه كان هناك انخراط. ما معناه؟ معناه ان يتملك الكل يعني الاصلاح، كل شيء كيشعر بهذا بحال اللي تقيقيل باننا نحن انا اللي طرف المسؤوليه، اللي طرف المسؤوليه، ونبدا من الاسفل الى الاعلى، لان غالبا ما نبدا من المركز الى الاسفل. نبدا بالقسم، يعني من المسؤول عن القسم؟ طبعا هو الاستاذ، ولكن لا يجب ان نقول الاستاذ وحده هو المسؤول، لا الاستاذ هو مثلا ما هي مسؤوليه الاستاذ؟ مسؤوليه الاستاذ هو في القسم، يعني طبعا هو الذي اللي عنده اللقاء، الاستاذ او الاستاذه اللي عنده اللقاء المباشر اليومي، يعني يجب ان نجعل يعني مدارسنا يعني كعلبه سوداء، نعرف ماذا يدخل فيها يعني، ولكن لا نعرف ما يجري الداخل وكيف وانا ما هو شنو اللي غيخرج. اذا كيخص يعني طبعا هذا مستوى، ولكن ليس وحده. طبعا الاستاذ او الاستاذه اذا ما كانش عنده مدير ايضا يعني كفء،
في الرقم اللي قلتي اللي بديتي به اللي الصادم هذاك من دراسة، أكيد من دراسة اللي تنجزت في جهة دكالة عبدة يعني حول القراءة. إذا هذه الدراسة كتقول بأن من العوامل ديال اللي كتجعل أنه اللي لقاو أن يعني اللي كتأثر في القراءة والقراءة إيجابياً، إيجابياً يعني تكوين المدير، يعني صردوا واحد العدد ديال العوامل ومن بين العوامل تقولوا تكوين المدير، يعني اذا كان المدير مكون طبعا المدير ايضا ليس بوحده، يعني طبعا كاين النائب في الـ 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 طبعا المدير الاكاديميه ثم يعني الوزاره. اذا هذه السلسله هي اللي خصنا نتاملوا فيها واش هي يعني ناجحه، يعني هل هناك بالفعل عندنا سلسله المسؤوليه، يعني وكل يعني واحد يعني له في كل مستوى مستوى انه يقوم يعني بمسؤوليته، هذا بالنسبه للمنظومه. ولكن ايضا المسؤوليه ايضا ديال 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 الاطراف الاخرى اللي هي خارج المنظومه، يعني جمعيه الاباء تكلمت عليها الاخت، يمكن لي نقول انا حتى النخبه، لان ما هو دور النخبة اليوم؟ النخبة اليوم النخبة المغربية طبعا تضع أبنائها يعني في المدارس البعثات، وفي بعض الأحيان في يعني في التعليم الخاص، يعني طبعا بالأداء، والتعليم الخاص خصو مكانة حتى هو، ولكن خصو ضبط وتقنين إلى غير ذلك. ولكن مسؤولية النخبة هي التي يعني طبعا تؤثر في الرأي العام، تؤثر يعني في المجتمع. إذا أعتقد بأنه نحن في حاجة إلى أن تكون المسؤولية الجميع، ولكن مسؤول كل واحد محددة مسؤوليته. ترتيب الحجم المسؤوليات. قبل ما ندوز كانوا هنا، شوف أستاذ المدن كانت الأستاذة برقية، يعني ربما المسؤولية ديال الرجال ونساء التعليم، بغيت وجهة نظرك فكرة تقول بأنه ما بقاتش ذاك الحس يعني الوطني وديك الغيرة على المهنة اللي كانت عند رجال ونساء التعليم في مرحلة معينة، ما بقاتش عند واحد العدد ديال رجال ونساء التعليم. كذلك نقطة أخرى ترتها أستاذة برقية ديال أنه العدد يعني لا يستهان به من رجال ونساء التعليم، لا يثقون يعني في المدرسة العمومية، كيسجلوا ولادهم في التعليم الخصوصي ولا في بعض اللي عنده الإمكانيات في البعثات، بالتالي كيف يمكنه أن يكون عنصرا من الإصلاح في واحد المنظومة اللي هو ما تيقش بها؟ بحال مثلا التبسيط، شي واحد عنده شي مخبازة ولكن ذاك الخبز ما كيديهش لدارو، كيجيب الخبز من قنت آخر. المهم قبل ما نجاوب على السؤال ديالك بغيت ندير واحد جوج ملاحظات باختصار. عندي واحد الملاحظة على المدرسة الجماعاتية. المدرسة الجماعاتية هي واحد المدرسة مركب، تيكون فيها الأقسام، فيها المدير مقيم، فيها الأساتذة ممكن يكونوا مقيمين وبشكل جماعي. هذه المدرسة الجماعاتية يعني كتوجد حل لتشتت الفرعيات. ولكن عندي واحد الملاحظة اللي كنوجهها الآن للمسؤولين باش يردوا لها بعين الاعتبار، وهي ما خصش ياخذوا الطفل الصغير من الاسره ديالو. الطفل اللي هو من القسم الاول حتى للرابع خصو مع العشيه يرجع للاسره ديالو، ما يباتش تما، لان الاسره عندها دور مهم. وهنا غادي يرتكب واحد الخطا على واحد الجيل، لان غادي نبعدوه من العواطف ديال امه، من التواصل، لان الاسره راه حتى هي مدرسه. ممكن الخامس والسادس ممكن انهم يبقوا حتى لاخر الاسبوع يمشوا للمدرسه ديالهم. هذا تيتطلب نوفروا النقل ونوفروا المسالك. زعما راه نحيدوا الطفل من الاسره ديالو، هذا غادي يفكرنا في واحد النماذج بحال مثلا افلاطون ملي قال في الجمهوريه ديالو خصنا نجمعوا الاطفال ونربيهم، هما ماشي حاضنه ديال الدجاج ولا بعض الانظمه الشموليه اللي تجمع الاطفال. يعني هذا خطا فادح لا يمكن لاي تربوي ان يغفل عنه. المشكل الاخر وهي الحروف. الحروف اللغه العربيه كل حرف هو فيه عشرات الاصوات، خاص الطفل يعرفهم، راه ماشي حرف ما بوحده، راه فيه هما عشره وحنا تنعرفوا هذا الشيء. كاين ما مو مي من مي مي الى اخره، وعد الساكن هو عشره. ثم الكتابه العاء مثلا فيها ثلاثه الوضعيات، العاء في الاول والعاء في الوسط والعاء في الاخر. فهذا الطفل راه خصو الوقت الكافي باش يعرف هذا الشيء ويستعمله، ماشي نعطيه ست شهور، لانه هما ناويين بان الطفل راه قرا عامين ديال الروض وتيتراكم بهذا الشيء وتيبقى غادي هو ما قاريش وما عارفش. ويعطيو للمدرس فرصه وتحاسب معاه في اخر العام، قول ليه الله يخليك انا نعطيك هاد 30 طفل في اخر العام، الا جبتي لنا 25 تيقراو الله يجعل البركه، وخلوه
واش هو شغير ولا يرضهم يقرأ ولا ما يقرأوش؟ لأنكم انتم تتربطوه بواحد الجدول ديال الحصص خصو يديرهم والسلام، الجدوى ما كاينش. باش نرجع لدور الأستاذ، أنا زعما خدمت واحد 30 سنة وكنبغي نركز على هذه الفكرة الأقدمية. هذه الأقدمية راه شيء مؤسف في التعليم، ما خصنيش أنا نفتخر نقول أنا قديم، أنا راه وليت مشكل. إلا لكان عندي روح نقدية وتنتكون في دول أخرى اللي فيها التعاقد على كل شيء، تنتعاقدوا حتى على المدرس وفق شروط كل 5 سنين. خصو يوجد راسه ويأهل راسه باش نتعاقد معاه، باش نعطيه، راه غنعطيه مسؤولية. هذا راه ماشي غيسوق كار، هذا راه غيسوق مستقبل ديال الشعب. إذا كل ما وليتي قديم وليتي مشكل وليتي معرقل، إما تكون راسك وإما أنك تكون عندك روح نقدية. طول هذه السنوات أنني تقريبا نقول لك واحد 80% ديال الأساتذة اللي تلاقيت معاهم تيقوموا بالواجب ديالهم كما يجب. هناك شروط وصعوبات. نعطيك مثلا واحد المشكل يعني تيدير مشكل في المدرسة، هو أن تلقاو الفوارق الأجور الآن كتوصل ل 120%. كيفاش هذا اللي تيشوف صاحبه اللي كيخدم معاه في نفس القسم عنده الفرق ديالو معاه 120%؟ كيفاش غادي يخدم هذا؟ هذا تجيب سيارة بخير وداك الشيء واجي على البشكليط. هذه أمور اللي خصها تعالج في إطار منظومة الأجور ولا شي حاجة. كيفاش أن الأساتذة يديو أولادهم للتعليم يعني الخاص؟ هذا زعما تدقال، ما كاينش إحصاء، ولكن هو خيار، خيار الأساتذة المدة نتاع الوزير والأطر الإدارية والنخبة المتوسطة لأنهم هما مولي المجال وزعما ما قابلش ودي ولده. راه أنا كنعتبر أستاذ اللي داو ولده للتعليم الخاص كما هو دابا هو خاطئ، وأنا نقول لك علاش. إلا بغيت نقول لك علاش نقول لك علاش. اولا ان المؤسسه ماشي مهيئه، كتكون عماره فيها اقسام صغيورين تنخشيو تما واحد اكثر من 30، ثم الاطر ما مكوناش، تنشدوا ناس يعني مع احتراماتي لهم، حتى هما راهم ضحيه. وعلى كل حال سي المدير، لان ما معناش نزيد التعليم الخاص، ما معناش نزيد التعليم الخاص باش يجاوبوا. نقول لك واحد الحاجه اخرى، هو انه كاين واحد المشكل خصنا نذكروه في المدرسه. كاين مشاكل كثيره وزعما ما خصناش غير ندوه، خصنا بزاف. بحال دابا ناخذ المستوى السادس، لان تنقريه انا قريت كل شيء من التحضيري حتى للسادس وفق في هذه السنوات. هذا المستوى السادس حيدناه من الاعدادي ودرناه في السادس في 87 88 بحال هكا في القرن اللي فات. علاش نقصناه من تم؟ لان الا مشى للاعدادي تيقروه على الاقل 7 الاساتذه او 9 الا كانت التكنولوجيا والتربيه النسويه. اذا اقتصدنا، وهذا الاستاذ اللي عطيناه السادس عطيناه 16 ماده. تصور الاستاذ ديال السادس اللي هو أنا والزملاء ديالي تنقريو 16 مادة، واش أنا عبقري إلى هذه الدرجة باش الوزارة تعطيني واحد المجموعة ديال التلاميذ تقريهم 16 مادة؟ كيقولوا الأخوت كيفاش تقري 16 مادة؟ شوف أسيدي شي ملي تجيك الورقة ديال النتائج شوف تما هذوك 16 مادة شنو كاينين ولا ما كاينينش. 16 مادة. إذا غنقرينا مثلا التاريخ، مثلا نعطيكم واحد الدرس ديال التاريخ اللي هو تا هو مشكل، وهي قطار الأزمنة، هذيك العصور والأزمنة. العصور الازمنه هذا درس كيدار في ثلاثه الحصص. هذا راه دكتوره، هذا مشروع دكتوره باش دير انت درس للسادس فيه العصور والازمنه. عاد ندوزوا النشاط العلمي، عاد ندوزوا للقراءه الى اخره الى اخره. يعني الا بغينا نفصلوا في مشاكل ديال التعليم راه الناس ما غادي يقدر يقدر شي واحد ما ينعش اليوم لان ما تيعرفوش هذه الحقائق. كاين واحد النقطه اخرى المتعلقه يعني ربما يعني بالاجراءات اللي كتخاد وكتخاد الغد، اجراءات مضاده، وهذا وهي اللي تكلمتي عليها القضيه ديال الادماج. ربما انتم عانيتوا منها من الجيل ديالكم، ديال انه كانت المساله اللي مدج معمول بها شويه حلو، ممكن تفصل لنا في هذه النقطه هذه. الفتره ديالي فاش كنت في السنه الثانيه ثانوي اعدادي كان بدا العمل بالادماج، بيداغوجيه الادماج اللي كان جابها وزير الوفاء. ملي جات هذه البيداغوجيه كان واحد التعديل على مستوى الدروس، حيتاش كانوا طلعوا واحد الدروس من السنه الثانيه اعدادي على اساس في اطار ديال البيداغوجيه تبرمجوا انهم غيبداو يتقراو لينا في السنه الثالثه اعدادي. الا انه بعد ما طلعنا للسنه الثالثه اعدادي تم الغاء هاد البيداغوجيه، وبالتالي رجعنا يعني المقررات السابقه. بالتالي احنا هذوك الدروس ملي طلعنا ما قريناهمش، الدروس ديال البصريش ما كناش قريناهم، ما قريناهمش في عام في يعني عامين ما قريناش فيهم هذاك الدرس، ما كانش مدامج لينا في المقرر. بالتالي هذا خلق لنا مشكل، حيتاش هذا العام في البكالوريا عندنا البصريش، بالتالي كنلقاو مشكل. كيفاش كتجي كتلقى يعني الجيل اللي تابعك ولا الجيل اللي قبل منك قرا هذاك الدرس، وانت حيتاش جيتي في واحد الفتره حكمت الانظمه السياسيه، حكمت منظومه التعليم، ما قدرتيش انك تستافد من هذاك يعني
هذاك التغيير كان اثره سلبي عليك. بالنسبه للنقطه اللي اشرت لها الاستاذه بسيمه حول مسؤوليه التلاميذ، طبيعه الحال قالت بان كاينين تلاميذ ما كيستحقوش انهم يتسموا تلاميذ. علاش؟ بس انا متفقه مع واحد الجهه، حيتاش كيكون الغش يعني التلميذ الغش ولا مؤسسه الغش، الغش اللي ما كيعرفش يغش هو هو المكلق، ولا ما كيعرفش يغش ولا مؤسسه ولا ما الاهانه كتكون للي ما كيغش هو اللي كتكون عنده كتعتبر اهانه ملي كتكون ما كتغش، كيكون الشغب والتخريب. هادشي كاين عند التلاميذ سواء خصوصا بالوسط الحضاري وبمدينه الدار البيضاء يعني بشده، الا انهم ما كنسالوش علاش هاد التلاميذ كيغشوا، هاد التلاميذ كيغشوا ولا كيديروا التخريب ولا يعني كيديروا بزاف ديال السلوكات اللي كيحتجوا بها على الواقع اللي كيعيشوه، حيتاش ما عندهمش اللي يسمع لهم، كاين القمع، كاين ما كاينش فضاء الانشطه ديال الحياه المدرسيه ما كيتخصص لها حي الزماني. أنشطة الحياة المدرسية الحي الزماني تقريبا ملغى، كنبقاو ديما في النظري، محصور عندك على الأكثر ساعتين ديال الرياضة، بالتالي هذيك هي كتبقى المتنفس وما كيكونش يعني شي متنفس اللي كبير، بالتالي هذا التلميذ كيفاش بغيتي يكون التحصيل الدراسي ديالو مزيان؟ كيفاش بغيتي أنه يلتزم بالقيم في القسم؟ هو أصلا هذوك القيم ما ترباش عليهم في التعليم الابتدائي اللي كيكون فيه الخلل الكبير، حيتاش كتمشي للمدرسة وكيقولوا لك الكذب حرام وكيقولوا لك السرقه حرام، وملي كتمشي للدار مثلا ما يعني مع احترامي للاباء كيقول لك با كيصون شي حد في الانترفون ولا في التليفون كيقول لك قول لي لا راه ما كاينش. ها انت كتلقى تناقض كطفل، كتلقى تناقض، انا في المدرسه كتقول لي الكذب حرام وملي كنجي للدار كتكذب عليا. عاوتاني على مستوى الحوار كيعلمونا اننا نحترموا يعني اداب الحوار، اننا ما نقاطعوش الاخر، اننا نسمعوا ليه. ملي كتكون في المدرسه بعض المرات انت كتدوي هذا الشيء بالنسبه للتلاميذ الابتدائي، يعني هو اللي ديك الساعه كيكون كملاحظ وهذاك الشيء كياثر على الشخصيه ديالو، يعني كيكون كيتدوي الاستاذ او المعلم كيكون هذا الشيء غير كيبقى يعني جزء. يعني انا ما كنعممش، كاين اساتذه اللي انت كتدوي هو كيقاطع وكيقول لك لا، بالتالي ما احترمش القمع، بالتالي ما احترمش اداب الحوار. كيفاش بغينا هذا التلميذ انه يكون زعما يعطي واحد يعني الاداء يعني متميز في ظروف مماثله. بالنسبه عاوتاني لمسؤوليه الاستاذ اللي اشارت لها الاستاذ عالم، اظن ان هذا الاستاذ بطبيعه الحال كاينين مجموعه ديال الاطر اللي كيتهاونوا، ما يمكنش اننا ننفيو هذا الواقع، كاينين اطر اللي ماشي يعني ما كيتمتعوش بالكفاءه، هذا الشيء كاين، ولكن علاش هذ الاطر كيتهاونوا؟ كاين ديك الدائره ديال الساعات الاضافيه كذلك، في هذاك الريع، الريع ديال الساعات هذاك على مستوى يعني عدم تكافؤ الفرص، علاش هذ الاطر كيتهاونوا ولا مثلا ما كيعطيوش؟ كاين المشكل ديال الخصائص اللي كيتحل بواحد الطريقه، يعني انا شخصيا انا اعارض هذه الطريقه اللي كيتحل بها الخصائص، ان كنجيبوا استاذ مثلا من التعليم الابتدائي وكنردوه كيقري مثلا الماده الاجتماعيات في التعليم الثانوي التاهيلي لتلاميذ متبوعين بالجهاوي. كيفاش بغيتي ان غادي يكون هو ما غنلومش الاستاذ، حيتاش هو ولف انه يتعامل مع تلميذ ديال الابتدائي. ما كيفاش غادي يعني الطريقه ديال التعامل ديالو مع تلميذ ديال الثانوي التاهيلي؟ راه هذاك كيكون مراهق او تقريبا انسان يعني في واحد المستوى من النضج، ماشي الطريقه ديال التعامل ديال مع هذاك الشخص ماشي هي نفسها ديال التلميذ. عاوتاني المشكل ديال الخاصات عاوتاني كيتحل بانه كنجيبوا استاذ من ماده اخرى وكنحطوه كيقري ماده بطبيعه الحال كتكون بعض المرات يعني منافيه تماما على الماده اللي تكون فيها، وكنطالبوا من هذا الاستاذ انه غادي يعطي واحد يعني واحد الاداء مزيان. ما يمكنش كيفاش استاذ انه هو ما تكونش في هذيك الماده وكتجيبو يقريها، ما غيعطيش وما غيجتهدش وما غيعطيش الجديد لهذاك التلميذ. على مستوى عدم تكافؤ الفرص بالنسبه للمفارقه ما بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، علاش بعض المرات كنلقاو ان كيف ما قالت الاستاذه النخبه او بعض الاساتذه كيفضل التعليم الخصوصي على التعليم العام، علاش؟ شنو اللي يعني شنو المميز اللي عند هذاك التعليم الخصوصي اللي غيخلي ولدك زعما يكون احسن من التعليم التلميذ اللي كيقرا في التعليم العام؟ هنا كاين مشكل، وبطبيعه الحال كيكونوا بزاف ديال الاختلافات، خصوصا كنحسهم حنا بالتلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا، حيتاش هما كيكونوا عندهم الساعات ديال يعني المواد اللي عندنا في الوطني اكثر من الساعات اللي عندنا حنايا، اضافه انهم كيقراوا بعض المواد اللي ما كايناش بروغرام عندنا حنايا بحال الكومينيكاسيون اللي غتنفعهم بطبيعه الحال من بعد، سواء في التعليم العالي او في ميدان الشغل. حنايا كنقراوا مواد بعض المرات كنلقاوها ما غنقولش انها بمثابه عبء ولا زايده، ولكن
كيكون بعض المرات ما يعني بحال انها كتعرقل وكتزيد على كتشارجي لنا شويه البروغرام في الوقت اللي حنا محتاجين اننا نتلقاو تكوين في اشياء اخرى اللي غادي تكون يعني لا الى تلقينا فيها التكوين غيكون الوقع ديالها ايجابي اكثر من الا سمحتي لنا. وهنا كاين مجموعه الاختلالات اللي تكلموا عليها باقي الضيوف، وكان واحد النقطه شار الاستاذ المدن ديال الاكتظاظ. حنا من العالم القروي انتقلنا للعالم الحضري هنا في احد مناطق مدينه الدار البيضاء، وكان هذا المشكل كذلك ديال الاكتظاظ وتبعض النقص يعني في بعض المدن الجديده، لان الدار البيضاء كتوسع شان العديد من المدن، ولكن هذا لا يرافقه يعني توسع على مستوى البنيات الموجهه للتعليم. نتابع هذا الروبورتاج من انجاز مريم الرئيسي على اساس انه من بعد ندوزوا للمقاربات ربما والاقتراحات الحلول.